شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونون بخير. مثل ما تعرفون اليوم جمعتكم بكلمة وحوار لبرنامج خوش حكي. راح أقدم لكم كلمة وراح أشوف شنو رأيكم بها. أنا متأكدة هاي الكلمة راح تعجبكم. قلنا شفنا الكلمة، راح أبدي أسمع آراءكم. أبدي وياك زينب. المعلم هو أول حرف، أول نظرة، أول تفاؤل، هو الأب الثاني اللي هو اللي يحافظ على بناء شخصيتنا، وهو اللي يدعمنا وهو اللي يساندنا بكل وقت. شنو تقولين؟ الكل معلم ترك أثر إيجابي بداخلك. ماكو كلمة توفي حقهم، إذا كان من الابتدائية أو بالإعدادية أنه هو كمعلم، لأن هم أساس مستقبلنا. المعلم هو الأب الثاني اللي تعلمنا من يمه هواي شغلات، تعلمنا من يمه الإخلاص بالعمل، تعلمنا من يمه إنه للنجاح ثمرة، علمنا هواي شغلات. فشنو اللي راح نقدمه إليه؟ ما راح نوفي حق المعلم. صار وياك موقف ويا معلم وترك أثر بداخلك؟ أتذكر أحد أساتذة الرياضيات بالإعدادية، كنت ما أحب الرياضيات كلش، فهو اللي كان يقول لي محمد أنت زين بالرياضيات، لازم إنه تقرأ، لازم إنه ومثل ما يقول شد حيلك حتى توصل للي تريده. فبوقتها يعني وصلت المرحلة إنه الطلاب قاموا يجون للبيت أنا اللي أدرسهم، يعني لو ما المدرس مالتي وهاي الدفعة المعنوية اللي أنطاني إياها ما كنت أتصور إنه راح أوصل لهاي المرحلة إنه أنا اللي أقرر الطلاب رياضيات. فأحب أشكره جدا وأشكر جميع المعلمين اللي وصلوني لهاي المرحلة من الدراسة. الآن أنا طالب فنون جميلة فأحب أشكرهم جدا. وحقيقة راح أقول كلمة كثير من الناس يأيدوني عليها، بالحقيقة أنه المعلم هو الأب الثاني. برأيي المعلم هو شخص كلش مهم، لأن هو اللي يعطينا الخطوة الأولى للمستقبل. بالنسبة إلي أنا أتذكر أنه من كنت صف ثالث متوسط كانت مدرستي ست سراب الله يذكرها بالخير، كانت تأخذنا كيمياء، كان عندنا امتحان وما كنت محضرة، فهي قالت لي لكل جواد كبر. فلحد اليوم أنا بأي موقف أحس بنفسي ضعيفة بي أتذكرها بأنه أنا راح أصير أحسن، لذلك أنا مدينة إلها وإلها فضل علي، هي ومدرساتي بالابتدائية وبالمتوسطة، لأنه لولاهم ما كنت راح أصير اللي أنا صرت عليه اليوم. أما بالنسبة إلي فالمعلم هو الملهم والرسام الماهر اللي يرسم لنا الطريق ويحدد وجهتنا. مثل القصة اللي صارت وياي إنه المعلم مالتي هو اللي حدد وجهتي اللي هسه انا بيها. كنت حاير يعني وين اروح، وين اداوم، شنو شلون اختار مستقبلي، وسمعت كلمته انه تحب اسوي اللي تلقى نفسك بيسوي، فاختاريت ان اكون بالفنون الجميله اللي هي حلمي وحققته والحمد لله. وما راح انسى هاي الكلمه انه اللي تحبه وتلقى نفسك بيه سوي. بنظري التعليم اختلف، والدليل انتشار المدارس الاهليه، بالإضافة أنه أغلبية المعلمين اتجهوا للدروس الخصوصية، والمعلم ما يهمه فهم الطالب أو ما فهم، يجي رأس الشهر يأخذ الراتب ويروح. ومو بس هيك، نحس أنه ماكو تفاهم بين الطالب والمعلم. الطالب كان قبل إذا عنده مشكلة يكون المعلم أقرب شخص إليه حتى يروح يحكي له ويساعده، ونشوف هذا الشيء اختفى بهذا الوقت. شباب أنا جدا أشكركم، شكرا لوجودكم، شكرا لآرائكم، آرائكم كانت جدا صحيحة وحقيقية، فعلا لو ما المعلم ما كان كنا احنا اليوم بهذا المستوى. وكاد المعلم أن يكون رسولا، هذه هي كلمتنا لهذا الأسبوع. يمكن لو ما المعلم ما كان عرفنا قيمة النجاح من الأساس.